أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الصفة التي يتيمم المريض عليها الذي هو داخل المستشفى ولا يجد التراب؟ لأن يمسح على غبار طاهر سواء على الجدار أو الآن يجيبون له سفنجة مشبعة بالغبار يمسح عليها، هذا طيب لا بأس به. وهذا عمم في ما أعلم أنه عمم على المستشفيات، وفي فتوى من اللجنة الدائمة. نعم، تيسيرا على المرضى. نعم.